الرسول تميز عن الناس ب16 خصلة. الزيادة على 4 نسوة، النكاح بلفظ الهبة، السادس النكاح بغير ولي، السابع النكاح بغير صداق، الثامن نكاحه في حالة الإحرام، التاسع سقوط القسم بين الأزواج، العاشر إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها وحل له نكاحها، وقد مضى ذلك في حق زينب من هذا المعنى. الكلام ده في القرطبي. الإمام الغزالي بقى بيقول حاجة أخطر من اللي قاله القرطبي، بيقول ولعل السر في ذلك من جانب الزوج امتحان إيمانه إن هو يسيب مراته للرسول، يعني الرسول إذا وقع عينه على أي واحدة ست زوجها هيطلقها على طول. ليه؟ قال لك ده اختبار إيمان للزوج. الرسول تميز عن الناس